عجبتي. يا سعادة الفريق، أول شرطة حواطي فرد الشرطة في أمريكا، من حقك تسأل من هويته واسمه وسبب توقيفه ليك، ولازم يجاوب. الشرطي في أمريكا عنده كاميرا مركبة في صدره بتصور عملية التوقيف والاعتقال لايف، وكاميرات تانية مركبة في عربته، ده غير إنه بيتواصل باللاسلكي مع غرفة التحكم وبيطلعهم على كل صغيرة وكبيرة تحصل في أثناء تعامله معاك عشان لا يخش في مشاكل، لا يتهم بالتقصير أو استعمال قوة مفرطة. الشرطي عنده ثلاثة أنواع من الأسلحة: عصاية وصاعق كهربائي ومسدس. أي واحد فيهن هو عارف تماما يستعمله متين وما يستعمله متين. كمثال، الشرطي ما مسموح له يطلق النار إلا إذا كان في تهديد عليه حياته أو حياة زول تاني. الشرطي في أمريكا لما اعتقلك بيوريك حقوقك كاملة، وإلا إرادة الاعتقال حتكون غير سليمة وبيفكوك طوال. ولما نيجي يدخلك في العربية بيكون حريص إنك ما تضرب راسك عشان ما تقول عزبك. سيبك من الكلام ده كله يا أخي، ما سمعتك ولا طقش أضانك موضوع جورج فلويد الوقف أمريكا كلها على قراع واحدة؟ تخيل معي عزيزي المشاهد، السيد الفريق أول شرطة حقوقي خالد مهدي مدير عام قوات الشرطة السودانية، ده زول تدرج في الرتب وصرفت عليه الدولة تنقلبة لحد ما وصل أعلى رتبة ممكن يصل ضابط الشرطة، وهي رتبة الفريق أول، عشان يشغل منصب مدير عام قوات الشرطة، المنصب اللي ناس كثيرين بيقولوا إنه صلاحياته قد تكون أعلى من صلاحيات وزير الداخلية بذات نفسه، وهو ضابط شرطة حقوقي كمان، يعني زول قاري قانون. تاني ما في أحسن من كده. يلا نفس الزول اللي وصل أقصى درجات التأهيل ده، وفي برنامج مدة ساعة واحدة كل تصريحاته بالاستثناء كانت خرقاء وغير دبلوماسية، وشال كل اللوم خدته على ناس تانين وكأنه الشرطة منزهة من كل عيب. حتى لما سئل عن مشاكل المرور ألقى كل اللوم على الطرقات وعلى المواطن. بالله عليكم ده كلام زول نصيح؟ مستخدم الطريق عندنا إن شاء الله أسبوع، يعني جمسات زايد من الطريق جاءنا صورات كبيرة، يعني إذا جينا داخل قطين تخطوها في مدن كبيرة تبع الإشعار الحمراء ده وده اللي يطور جزءهم على السبحرية، يعني ما نحط الحمراء. يا سعادتك، الناس اطلعت في الثورة دي كلها ونادت بالحرية، تعلم جيدا وأكثر منك انت ذاتك كمان انه حد الحرية بينتهي عند انتهاك حرية زول تاني او تضرره، ونحن من منبرنا المتواضع ده بنتحداك تجيب لنا مواطن واحد في الثورة دي قامت عشان هو يقطع الإشارة كاما؟ جاين فو كاما؟ ولا ما تنمي لنا كلامك زي الدرابة. درابة تانية رماها الفريق أول لما سئل عن التعذيب والقتل فاخر أقسام الشرطة كان سعيد ويقلل من حدها. ولدينا سعيد عن قبول إزام برأس الشرطة للعصول لخ الفريق دائم في جرعة مواطن الشرطة وحتى المندس ينعب الدولية ومناقش وضع أول إزام على مستوى إزام مواطن الشرطة ويطلع المحالفات والحسابات فيما يولي. طبعاً نحن بشر، نحن جزء من الشعب السوداني، الشعب السوداني بطبيعته انفعالي، ما يحدث من تجاوزات ويحدث نتيجة انفعال بشري، نتيجة لأن الجريمة تكون مستفزة أو كذا ولا المجرم يستفز، يعني في النهاية هو عدد محدود وضعيف جداً
يعني إذا قلنا في خلال العام تلقوا إنما حاجين أو ثلاثة لتجاوز لحقوق الإنسان في مئات الآلاف قد يكونوا في خلال العام ترى مليون، هذه النسبة لا تشكر. يعني الخطورة في زول زي مدير عام الشرطة ده إنه في ساعة كاملة في التلفزيون القومي ما قال ولا تصريح واحد مسؤول وموزون يضاهي حجم المسؤولية الواقعة عليه كمدير لقوات الشرطة، وكل تصريحاته كانت تبرير وتصغير وإلقاء لوم على الآخرين. وللأسف برغم حنكة وبراعة الضيفين التانيين ده ما نبه جناب خالد مهدي إنه حتى يدعي الحنكة زيهم، لكن على العكس تماما الرجل ما توانى ولو للحظة واحدة إنه يطلع كل العفن جواه ويظهر للناس كل ما يبطن من رغبة كامنة في القمع والغطرسة والتسلط بلا حساب ولا عقاب ولا مساءلة. وده زول ما بيقدمنا لقدام، ده زول عايز يرجعنا لعهد الدولة البوليسية اللي عندها رخصة للقتل. حصانة كاملة ديك الدول، دولة حرية وسلام وعدالة، والواقفين ضدها منو؟ واقفين ضدها ناس زي الفريق أول خالد مهدي ده. معلومة أخيرة صغيرة لا تهمك، هل تعلم إنه السيد خالد مهدي ده واحد من أعضاء لجنة نبيل نديب؟ ممكن مشنو؟ ممكن مشنو؟ ممكن مشنو؟ ممكن مشنو؟
كنا مضغطين شديد والله، انت عارف كيف الدفتر بتاعنا مضغوط والله مو ماسكين. نرجع لموضوعنا، مدير الشرطة يا حاج اسمع شباب، وانا شابعين الاثنين ده شنب واحدة معك، وده بيأكد لنا ايه بتقطع طلب فالمنظر بيجلده ثاني هدي ام ام دي ليه مالنا؟ فضينا الاحتفاع ولا فضينا الاحتفاع عشان تجلدونا؟ خلاص انت ايه مش كده؟ انت عارفين مش همشي جيبوني حتى لو لعبناك في الرياضة واجلدوني ولا بتخاف؟ لكن بتخاف خلاص، لكن لما حيانا تعب تفضل الاحتفال يا ولينا مش همش ده وبديم الجمش وعليك الله احنا ما كتر خيرنا العايشين لكم في البلد دي كمان بعرف تجلدونا ها؟ كنت جعلتكم في أجل انها تبتدع طويلة الناس أولاد النبوس دل اتسرها بالطريق يجيبوا لنا نفضل الاحتفام دل والله يجيبوا لنا نفضل الاحتفام احنا راضين بالدنيا اجلدونا في ميدان عام يا اخي شرط اجلدونا في حمامات الفوضى العرب يجيبوا لنا نفضل الاحتفام بدور حماستكم وريالتكم في الموضوع ده ما في سبب يخليك تخلينا في الكهرباء وتضرب بنات الناس ها؟ هذا الموضوع بعلم المشاط في الصرعة والله ده كلام ده بعدين يعني من باب من رأى منكرا امشي عن ولكم مجموعة كده ها وشرب لنا ترتفع طويلة ولا غلكم طعيم مخلكم تطلع بعد الساعة 9 ولا ما في المنزل بيكونوا بعدين في المنفاضي مش هجلدون مدام انتم الكلام ده مقطعينه قال ضرب قال اضرب الكتاب برندا الناس في الاوضه وانت في البرندا ها مش مين هذا؟ لا بالمناسبة يعني البنات اللي بيشيلوا طوب في شنطتهم هاي يعني لو شفت لكم واحد بيضرب فيك مسكوا بطوبة لا 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 خلوا فتحت له راسه ها؟ واللي جات في عينه قدت عليه مش ها؟ واللي البنات كمان بيشيلوا حديد ديل لا 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 ما كان ضربت كسرت لعنده قايد الله يفتح الحال ويديه ويساعدنا على فعل الخير من باب أولى وفي الختام توقفتكم هذه الأيضان Thank you.
معلول لم اسمه حزم معني يبقوا هنا مختم عليهم صار ثاني ليه ما يكمل على طول الأوراق كاملة خلاص صدق sign Hello. 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 Hello.